تيجي تديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايز اسمع حاجه. انا عايز افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكم؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت هتفهم عايز ايه؟ بس موقف حالها بقى. مفيش حاجة يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. ايه راحت فين؟ بقولك ايه، بنتي لا عايزة تشوف حد ولا تسمع حد، وكفاية بقى اللي حصل، واتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني بقى. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. هي حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايدة؟ بقى ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز. اهدى شويه يا عم ابراهيم. سمارت بوي. وبعدين بقى امها باين عليها خرابه بيوت. حماتها انا خرابه بيوت؟ اه. بدل ما تلم الموضوع وتخاف على بنتها، عايزه تفتح الدنيا وقالك لو ما مشيتش هبلغ البوليس. بوليسي؟ اه، عايزه تجيب لي البوليس. وقالك هقول البوليس انك عايز تتحرش بيا وببنتي. الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ست ازاي يعني؟ الستات دايما بيأثروا على بعض، احنا محتاجين واحده تروح تقول لها كلمتين كده: يا بنتي الست ملهاش الا بيت جوزها، ده احنا ولاي، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه، ولا ننحرف ونمشي ماشي بطال، كلمتين كده يعني. ها قلت ايه؟ ومين دي بقى اللي هتقول لها الكلام ده؟ تيتا. تيتا مين؟ تيتا تفيده، احنا عندنا كام تيتا. تبين عليك عايز تغرقنا. هي مين دي اللي اروح لها يا واد؟ جيجي يا تيتا، جيجي عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده يأثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. اه كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا داس لها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني؟ فكرت اني اعرف واحده غيرها. يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانيه؟ ما كل الرجاله كده. ابوك عارف على امك وجدك الله يرحمه، عارف عليا انا بالاثنين والثلاثه في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطره ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل، وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى راي المثل، ناسي اولتها وناسي اخرتها. خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنه ونعيمها. يلا يا عم، يلا بشورتك المهببه دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي، استنى. انا ما جبتلكش حاجه، خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح؟ ارواح. آه. بونبوني. خد يا حبيبي اتنين تلاته هم. وانا تيتا؟ لا، ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبك. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسيه وناعمه، وبعدين ممكن تخش لها من سكه المشاعر والاحاسيس. والله فكره. عايز مني ايه يا سافل يا دود؟ خمس سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايده فيك، الخيانه في دمك. حاجه اترفع عليها ده يدخل اروح المحكمه. اوعى تبقى بس، ده مش عايز تطلع. مش هطلع واقعد في الارض. وانا مش عايش معاك، والخلع اكسبه. اخلعك يا انا اخلعك. اوعى بدل مخلوعك. اخلعك. ماشي يا صفيه ماشي. اه تمام. انا حصلت لي الكلمه ما يتقالش ابدا. ايه ده؟ انت عايز مني انت كمان؟ ناثينج ناثينج. انا بس كنت بشكر عايزين محامي عشان موضوع الخلع. عندي المحاميه بتاعتي. طبعا انت يا طنط مخلوعه من 40 سنه. انا مخلوعه بره يا مخلوع. يا سلام، مبسوط قوي. عيلة امك دي طول عمرها غاوية فضايح. بقولك ايه؟ ما تعبش في عيلة امك. خلاص يا عم، عيب في عيلتي انا. لو كانت الغالية امي عايشة الله يرحمها، ولا خالتك فوزية الله يرحمها، ولا خالتك شكرية الله يرحمها، وعمتك نبوية الله يرحمها. طب ايه رأيك في هبة الله يرحمها؟ ايه؟ هبة؟ هبة صاحبة جيجي؟ لا لا، بقولك ايه، كل اللي هبة دي بتنصر حقوق المرأة وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسف وحزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجاله. الموضوع هو الخيانه الزوجيه،
للأسف مجتمعنا بيعالج الموضوع ده بشكل فيه ظلم كبير للمرأة. عموما احنا دلوقتي معانا نموذج حر، حالة عاشت التجربة القاسية، وبعدين هنفتح باب المناقشة. السيدة جيهان عبد العزيز. يميني يلايمني عليه وانا كنت قطمت رقبته. بقى الندل يكون الملاك ده عشان احكي تجربتي. الحقيقه انا مش عارفه ازاي ده حصل. مستحيل كنت اتخيل ان الانسان اللي انا حبيته قدر بسهوله ينسى ويخون. يا جيجي انت فهمتيني غلط، انا ما خنتكيش صدقيني. اقعد. هو ده اللي عامل فيها ده كله؟ لا انا هوضح لسيادتك بس حضرتك. سيادتي مين يا عم؟ لا في ميس انا استني في الموضوع. انت بتشتمني ولا ايه؟ طب انا انت واقف ومحدش سامع عليك. تعملي شغل عنصرك ولا ايه؟ القضيه ما تتحلش كده. هو انت يا نصر الجلاده يا جماعه ليه يا جماعه كده انا ما اتجوزتش. جيجي 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 في ايه؟ للدرجات اللي هنت عليكي؟ بتقولي ايه؟ نجاحك اهم حاجه عندك، مش مهم مشاعر. انا ايوه انت. انت ازاي تتصوريني ممكن اعمل حاجه زي دي؟ تجيبي كريم وتجيبيني وتوقفينا قصاد بعض عشان تعلي الندى والناس تسقف. طب ده انا لو كنت اعرف انه جاي كنت خليته عبره لكل راجل فكر يخون. عموما الستات اللي جوه قاموا بالواجب، بس انت كان حقك تواجهيه. مش هقدر، انا اول ما شفته ضعفت. ايه بقى انا لسه بحب، انا مش عارفه اعمل ايه. لازم لازم يا جيجي تتعلمي تواجهي ازماتك لوحدك. مش قادر، محدش هيحس بيهم قدك ومحدش هيطلعك منهم غيرك. انا عايزه اشوفك جيجي تانية اقوى من كده بكتير.